أذواب الكفاح، شق أذواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فأل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام، يوم جديد. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وحياكم الله في إطلالة متجددة عبر برنامجكم الصباحي اليومي يوم جديد، وها نحن نلتقي بكم مرة أخرى في مجلة تلفزيونية أصحابكم فيها عبر العديد من الفقرات المنوعة بإذن الله تعالى من الآن وحتى ساعة، نتمنى لكم فيها وقتا ممتعا مع يومنا الجديد. قبل أن نبتدئ هذه الفقرات نذكركم وكالمعتاد نستعرض ما لدينا اليوم من فقرات، ولعلنا نبتدئ هذه الفقرات من إشراقة قرآنية والتي ستكون مع الشيخ مازن بن عيسى، وعنوانها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من عيون الشعر نتجول في الشعر العربي ونختار لكم صفة من الصفات الحميدة اليوم، أبيات عن النبل. أخبار الصحف وفيها قراءة لآخر الأخبار التي يعدها ويقرأها لنا زميل عوض البكاري، آخر الأخبار التي تناقلتها الصحف المحلية. وزاوية عن قرب اليوم حديث بإذن الله عن سبب الضباب الكثيف والذي سبب حادث جماعي في طريق الجبيل الدمام. من تقارير المراسلين اليوم يصحبنا زميل سالم القميشي في تقرير عن حفل ربيع كافل، بإذن الله سيكون معنا هذا التقرير المفصل من أداء الزميل سالم. قهوة الصباح اليوم وضيفنا فيها الأستاذ محمد هريش المهندس والمنشد، ولمحات اليوم ستكون في هذا الصباح عن الهندسة الصوتية. في زاوية الراصد الزميل عبد الرحمن بوزير يرصد لنا مواقع التواصل الاجتماعي وما تنقلته تلك المواقع من تغريدات وغيرها من صور. إلى زاوية متابعات وفيها حملة خادم الحرمين الشريفين الإغاثية للشعب اليمني الشقيق، وستكون لنا متابعة خاصة عن جهود هذه الحملة. إلى مختارات اليوتيوب وفيها ما اخترته اليوم النصيحة لأصحاب السيارات في موسم الشتاء، ستكون هذه من ضمن المختارات. أو صنف الشباب الذي أتعب الشيطان، هذه ستكون في الاختارات. الفيديو السابق سيكون في زاوية الراصد. إذن كل هذا وأكثر ستكون بإذن الله حلقتنا الثرية بهذه الفقرات المنوعة في يومنا الجديد، وخير ما نبتدئ به هذا الصباح إشراقة قرآنية مع الشيخ مازن بن عيسى وحديث بعنوان فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها جميع الأنبياء والرسل، ولذلك ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن كان من أول وصاياه ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الأنبياء جميعا إنما جاءوا لهذه الكلمة ولأجل تحقيقها. قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أن الشرائع مختلفة، ولكن إنما جاءوا لتحقيق هذه الكلمة التي لأجلها خلقت السماوات والأرض، ولأجلها تمايز الناس إلى الأبرار والفجار. ولذلك الإنسان يعيش في حياته على مقتضى هذه الكلمة. فأول ما يولد المرء يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ليكون أول ما يطرق سمعه شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. والإنسان والسلف رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن يلقن الصبي أول ما ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والإنسان في حياته في يومه وليلته يعيش مع لا إله إلا الله، فكل في كل صباح ومساء
يقول في ذكره: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يقول في ذكره: حسبي الله لا إله إلا أنت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول في ذكره: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. فهو يعيش في ليله ونهاره مع كلمة التوحيد، وكذا في آخر لحظات حياته يقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وجاء في بعض الآثار: نقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكذا إذا قام الإنسان من حشره ونشره بين يدي الباري جل وعز، فإن لا إله إلا الله هي التي تنفعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كلمة التوحيد كلمة عظيمة يحصل الإنسان ويجني منها عدة أمور. الأمر الأول: النجاة والسلامة من النار. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سمع مؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. وكلمة التوحيد سبب من أسباب الاهتداء والأمن التام في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك هي سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى كلمة الله وعبد الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وهي سبب من أسباب تثقيل ميزان العبد يوم القيامة. كما قال موسى لربه جل وعز: ربي علمني ذكرا أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله جل وعز: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهي سبب من أسباب غفران الذنوب. يقول الله جل وعز في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يكفي أن لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقة من يومنا الجديد. بإذن الله سيكون فقرات مليئة، ونذكركم بضيفنا في قهوة الصباح سيكون الأستاذ محمد هريش المنشد ومهندس الصوت. سنتحدث بإذن الله مع عن لمحات في الهندسة الصوتية، وأيضا سنأخذ بعض يعني المقاطع الإنشادية الرائعة بصوت المنشد الرائع محمد هريش. البعض كان يسأل عن التقارير التي صورت لقناة المجد التي كانت طبعا قبل يومين في مخيم الزعتري. طبعا الحمد لله صورنا أكثر التقارير المنوعة، وأخذنا زاوية الأمل في هذه المخيمات، مخيمات الزعتري بين اللاجئين السوريين. سيكون بإذن الله تفاصيل أكثر في هذه التقارير، سنطلعكم أكثر عن جهود الحملات التي تقدم هناك، وأيضا سنأخذ بعض المشاعر التي كانت لدى السوريين. ستكون بإذن الله على شبكة المجد، على قناة المجد الأولى. بإذن الله ستكون أيضا لها تقارير خاصة في برنامجنا برنامج يوم جديد. الآن مشاهدينا متابعينا الكرام، ننتقل إلى زاوية أخبار الصحف، وفيها قراءة لآخر الأخبار مع الزميل عوض البكاري. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تعلن عن إنجاز 70% من أعمال الحفرة في موقع الأنفاق الشمالية للمسار الخامس محور طريق الملك عبد العزيز. مطالبات في مجلس الشورى بتفعيل نظام تأديب الموظفين ومشروع لنظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للجهات الرقابية استخدامها. وزارة الصحة تغلق 31 منشأة صحية خاصة خلال شهر ربيع الأول الماضي نظرا لمخالفتها عددا من الأنظمة. الخدمة المدنية تحث الجهات الحكومية على سرعة تسجيل الوظائف على نظام الإعلانات الوظيفية الآلي. إصابة سائقين بحروق بليغة إثر حريق نشب بناقلتي وقود على طريق الحيمة المؤدي لطريق الطائف.
الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته التابعة لرابطة العالم الإسلامي تصدر موسوعة باللغة الفرنسية بالتعاون مع عدد من العلماء والمختصين على مدى 3 سنوات. يوم جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقه الان الى زاويه من عيون الشعر ونختار فيها من عيون الشعر العربي بعض القصائد والابيات التي ذكرت اليوم. سنختار عن صفه من الصفات الحميده عن النبل. تقول الابيات: نظمه عقدا انامل ماجد له في مقام الفضل ارفع منصبي نبيه نبيل ذي صفات حميده تميزه بالنبل في كل موكبي حريص على كسب الفضائل مدنشا وقد يسبق الأقران فضل التكسب. هذه من الأبيات الرائعة التي قيلت في صفة من الصفات الحميدة في النبل. الآن إلى فقرة وزاوية عن قرب، وحديثنا في هذه الفقرة عن الضباب الكثيف الذي سبب حادث جماعي في طريق الجبيل الدمام بين 54 سيارة على طريق الجبيل والدمام أصيبت بحادث جماعي بسبب الضباب. الخبر يقول أنه أصيب سائقون وركاب في حادث جماعي وقع في وقت الضباب الكثيف صباح اليوم على طريق الجبيل الدمام السريع، وتضررت 54 سيارة اشتركت في هذا الحادث الجماعي. وأوضح بذلك مدير مرور المحافظة العقيد سعيد القحطاني أن الحادث الجماعي نتج بسبب عدم تقيد بعض سائقي السيارات بأنظمة وتعليمات المرور الخاصة بالقيادة في وقت الضباب، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتوقف السائق كليا عن القيادة في الضباب الكثيف لئلا تقع الحوادث على الخطوط السريعة، وذلك عبر إيقاف السيارة لجانب الطريق الرملي من الناحية اليمين. يعني هذا يعني من الجوانب التي ممكن أن يكون فيها الإنسان متروي في قيادته، خصوصا في وقت الضباب لا ترى أحدا ثم بعد ذلك يعني تزيد السرعة. ممكن هذا خطأ أخطأ واحد أو اثنان سبب بالمصاب ل 54 سيارة كانت خلفهم. الآن مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير ومع تقارير المراسلين مع الزميل سالم القميشي والذي عد لنا هذا التقرير عن حفل ربيع كافل. نتابع. يوم جديد. مع اليتيم حتى يستغني، هذا الشعار الذي رفعته جمعية كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لينالوا نصيبهم من الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية والتعليمية وتأهيلهم لسوق العمل بما يضمن نشأتهم الصحيحة حتى يكونوا لبنة صالحة في وطنهم ومجتمعهم بإذن الله تعالى. طبعا شعار كافل مع اليتيم حتى يستغني نحن حريصين على تحقيقه. طبعا من فضل الله كما سمعتم يعني يتحقق الهدف من إيجاد الوقف الأول لكافل، ونحن بصدد إطلاق الوقف الثاني الحمد لله، وقد أطلق من فضل الله وبإذن الله سيكتمل قريبا إن شاء الله. ربيع كافل هو أحد البرامج التي تقوم بها جمعية كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة في إجازة الربيع لكل عام، حيث تقوم الجمعية فيه بتقديم فقرات مسرحية وبرامج ترفيهية وهدايا للمشاركين، والذي تجاوز عددهم بفضل الله لهذا العام عن 200 يتيم. لعبنا ما شاء الله، الله يعطيها العافية مؤسسة كافل. لعبنا وتمتعنا وتعرفت على أصدقاء. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، هذا الحديث النبوي الذي أرخص كل غالي في أيدي العقلاء طمعا بأن ينالوا شرف الصحبة وأبدية الاقتران بنص الحديث كهاتين. سالم القميشي لقناة المجد الفضائية مكة المكرمة. يوم جديد. الآن
أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقة. الآن إلى فقرة الراصد، وفي هذه الفقرة يرصد لنا الزميل عبد الرحمن بوزير ما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها من هذه المواقع، ونأخذ أبرز ما تنقلته تلك الوسائل خاصة في الهاشتاغات وغيرها. نبتدأ من تويتر، وأكثر من 30,000 تغريدة هو مجموع ما كتبه المغردون في هاشتاغ البندقار، وهو مسلسل جديد على شبكة المجد، والذي تحدث فيه المغردون والمغردات عن المسلسل الجديد الذي هو من بطولة المنشد موسى العميرة، ويبث حصريا على قناة ماسة المجد، وقد عرضت منه أولى الحلقات. طيب، إلى الانستغرام، ومن أكثر صور ومن جديد صور الانستغرام التي نشرت مساء أمس والتي حققت أكثر من 50,000 لايك، وهذه الصورة لأشعة إكس التي التقطت لمرء طفل عمره سنة ونصف ابتلع لعبة على شكل الشخصية الكرتونية سبونج بوب. أنا شفت الصورة انفجعت للأمانة، يعني هذه الصورة أشعة للطفل الذي بلع هذه اللعبة الشخصية الكرتونية سبونج بوب. طبعا أجرى الأطباء في مستشفى الملك فهد الفحوصات وسووا له أيضا عملية، طبعا الحمد لله استخرجت هذه القطعة من بطن الطفل. من أكثر التغريدات مشاهدين الكرام رتويتا البارحة للمغرد ونجم الكيك خالد هشام آل فريان، هذه التغريدة التي حققت أكثر من 600 رتويت، وكتب فيها بالعامية: لما تشغل سيارتك في الصباح وانت مشغل القرآن وهو أول شيء تسمعه في يومك، استشعر أن الله يشوفك تسمع كلامه، فوالله إنها نعمة غابت عن كثير غيرك. هذه التغريدة لنجم الكيك خالد الفريان، ولعله يعني بمناسبة أنه جانب تشغيل السيارات، خلنا نذهب إلى هذا المقطع ومن جديد مقاطع اليوتيوب العفوية المتداولة، هذا المقطع والذي قدم فيه مصور نصيحة لأصحاب السيارات في هذا الموسم، موسم الشتاء، نتابع هذا المقطع. يوم جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا شباب، شغلت الجيب اليوم على طول، سمعت طعكم اختربك الصباح، طفيتها فتحت الكبوت، شوفوا ايش لاحظت، لقيت المروحة ما باقي منها ولا ريشة، فيه بس نايم هني. انا نسيت، غلطت، ما صحيتها الصباح، ولا هو كان ينام هني على طول متوقع. الواحد ينتبه، لحد الآن أمر بعانية ما دخلت، طلعت الريش واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس ست، كسرهن كلهن. بس نصيحة يعني، الواحد إذا بغى يشغل سيارته الصباح أول ما يقول سعادة الباشا ربنا يديك الصحة، أخرج أخرج ده أنا رايح أخرج. يوم جديد. ممكن الطريقة، أقول ممكن الطريقة الفكاهية التي يعني عملها صاحب المقطع هي سبب الانتشار، ولا هذه النقطة الكثير يعاني منها وموجودة، ومع ذلك مش نخبط على قولهم على الكبوت، حتى ممكن يكون في بس نايم وتسبب لك، يعني في بعض السيارات تسلم إنه قتلت البس وانتهينا، لكن المشكلة إنه أحيانا تسبب في كسر للمروحة، مروحة الماكينة. الآن إلى فقرة متابعات، وفيها نتابع آخر التغطيات والأخبار، وحديثنا اليوم عن حملة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، هذه الحملة الإغاثية للشعب اليمني الشقيق، وفيها تواصل هيئة الإغاثة الإسلامية وفرقها الإغاثية توزيع حملة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وهي الحملة العاجلة للشعب اليمني الشقيق في عدد من المحافظات اليمنية. سيكون معنا الآن الحديث عن جهود هذه الحملة الأستاذ صالح الدبياني المدير التنفيذي للحملة ومشرف قطاع الإغاثة بالهيئة الإسلامية، ولعله طيب انقطع معه الاتصال، نحاول إذا سمح الوقت القادم في أخذ هذه
التغطية الخاصة عن حملة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وهي التي قدمت من أجل الشعب اليمني الشقيق. ولازالت هذه الحملات التي تقدمها المملكة العربية السعودية يوما بعد يوم تقدم نفسها بشكل كبير وبشكل قوي، وهي الحملات التي قامت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وأثرى بعدها الشعب السعودي من خلال دعمه المتواصل وكل الناس الذين دعموا في جهود هذه الحملة الوطنية. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم أينما كانت تلك الحملات وأينما كانت تلك المساعدات. الآن إلى فقرة من جديد مقاطع اليوتيوب، وفي هذا المقطع صنف الشباب الذي أتعب الشيطان، هذا المقطع ألقاه الشيخ عبد الله نهاري، نتابع هذا المقطع. يوم جديد الشيطان قال لموسى: الناس ثلاثة، أناس لا سلطان لي عليهم وهم أنتم الأنبياء، وأناس قد استرحت منهم فهم ينفذون مشروعي، وأصبحوا شياطين إنس ينفذون ما أريد في الأرض، وصنف هو الذي أتعبني، أتعبته بالمعاصي فأتعبني بالاستغفار. وهذا هو الشاب الذي لا أستريح منه أبدا، فلا تمكنت منه مرة واحدة واسترحت، ولا أيست منه واسترحت، فأنا دائما أحاول أن أفتنه وأقضي الأوقات حتى إذا نلت منه بعض الشيء وتمنيت أن يستمر على تلك العادة إلى ربه، فأرى أن جهدي كل جهدي قد ذهب سدى. فالشاب المفتن التواب هو شاب يحبه الله، ولذلك فإن الناس قديما من شباب الصحوة في أزمنة غابرة كانوا يسألون نفس سؤالكم، حتى سئل الإمام الجنيد: أيمكن للمؤمن التقي أن يزني، أن يصل إلى درجة الزنا؟ قال وقد قرأ قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا كان من أصحاب النبي من استزله الشيطان في لحظة ضعف فسقط في سوق الفاحشة، فغيره لا يستبعد في حقه أن يفعل ذلك. بل قل لي، القرآن يتحدث عن ذلك: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا من المتقين، وتأتي بعض الظروف فيقع في الفاحشة، يا للهول يا للهول. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه عز وجل. إذن فالمسألة مسألة المعصية التي هي نتاج الغفلة، هذه مسألة لا تنفك عن الشاب المؤمن في كل العصور، أحراك في عصر الفتن التي تشرب فيها قلوب العباد، الفتن لكثرة عرضها على القلوب، فتن تموش، فتن ظلمات بعضها فوق بعض، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، تتقلب القلوب بسرعة بين عشية وضحاها لكثرة الفتن التي تعرض على القلوب. فالمسألة إذن مسألة ارتكاب المعصية والغفلة لا تنفك عن العبد المؤمن أبدا أبدا. قال لي أحدهم قبل قليل:
ألا ترى أننا ننافق، نذهب إلى الصلاة فنركع ونترب وجهنا للحي القيوم وقلوبنا في محراب الدنيا غارقة؟ قلت له: اسمع مني، إن استجابتك لله حين النداء وتتريبك وجهك للحي القيوم مع غفلتك عمل ثقيل في ميزان الله، فالله ينظر إلى استجابتك. والله حينما قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، كان يعني مولانا أن العبد ضعيف ويمكن أن يسهو وينسى، ولكن كونه يستجيب لله فالله لا يضيع لك تلك الحركة. ولذلك لا يستغرب الإنسان إذا كان يعصي الله تعالى سبحانه عز وجل في بعض الأحيان، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يوم جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقه من برنامج يوم جديد، وضيفنا في قهوه الصباح المنشد الرائع والمهندس الاستاذ محمد هريش. باسمكم جميعا نرحب بك، حياك الله استاذ محمد. يا هلا فيك يا استاذ صهيب، وانا سعيد باستضافتكم والتواصل معكم. الله يسلمك استاذ محمد. يعني على عرف عنك يعني في البدايه انك مهندس صوت وايضا دخلت مجال الانشاد. قبل يعني ندخل يعني جانب الهندسه الصوتيه، يعني كل حديثنا اليوم عن جانب الهندسه الصوتيه اكثر، لكن انا بشوف وين محمد هريش يرى نفسه بين الهندسه او الانشاد. طيب، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للهندسه الصوتيه يمكن هي ماخذه علي اكثر من الانشاد. طبعا يقول يعني اي واحد يشتغل في مجال الهندسه منشد، والكلام ده صحيح. يعني الأغلب اللي يشتغلوا في مجال الهندسة الصوتية أصواتهم جميلة، يعني تكون صوتهم جميلة. لكن أنا ما أرى نفسي في الإنشاد، أرى نفسي في المجال اللي هو الهندسة الصوتية. لكنك أنشد كثير يعني. أنشد إيه، بس يعني باب النجار مخلوع زي ما يقولوا. أحيانا الواحد يكون يعني عنده صوت وهذا، لكن ما يعني ما بيخش في المجال هذا يعني أكثر يعني. لكن أنا أشوف نفسي أكثر شيء في اللي هو الهندسة الصوتية. متى بدأت معك هذه الموهبة الرائعة من الهندسة الصوتية؟ والله تقريبا من 12 سنة تقريبا. 12 سنة. بديت اشتغلت في مؤسسة مرافق الحياة، طبعا يعني كان كأول عمل يعني كأول مؤسسة اشتغلت فيها، وتقريبا أول عمل بديت فيه تقريبا كان يعني في البيت، اشتغلت في البيت. في البيت يعني كان عمل بسيط كذا يعني، وحتى يعني اشتغلت بال اللي هو برنامج اللي هو في الويندوز، في برنامج اللي هو اسمه انا ما نعرف اسمه، لكن هذا بس تركيب مقاطع اظن فقط، تقريبا تجمع فيه وتسجل وتركب. كان هذا اول عمل اشتغله تقريبا. وبعدين طلعت انت وقتها ولا احد؟ لا، كان عمل اللي هو كان عمل يعني عن مدينه الرياض، تركيب يعني مؤثرات صوتيه وكذا. أيوة وشغلات. وانا من فتره كنت احب اسوي الشغلات هذه، الميكس وكذا، وابدا ادمج الاصوات واجيب الشباب تعالوا يلا سجلوا عندي، كان استوديو في البيت. يعني كنت احب اتحمس مع الشغلات هذه. الحمد لله انطلقنا وبديت مع المؤسسه، يعني شفت نفسي فيها يعني نفسها. فبديت انطلقت. جميل. كم استمرت مع المؤسسه وبعد كذا خرجت عنها؟ والله انا استمريت فتره مع المؤسسه والان رجعت لها مره ثانيه. رجعت لها مره ثانيه. مالك يقولون على قولهم دائما في الاخير واحد يكون عنده استوديو خاص فيه. والله هو خاص بطريقه يعني. بطريقه يعني. هو خاص بطريقه يعني. لكن انا يعني خضت صراحه يعني من يوم ما بدأت في المجال هذا، خضت يعني مشوار طويل بديت فيه. يعني كنت احلم في يوم من الايام ان يكون عندي يعني استوديو صراحه، او ادخل في مؤسسه فيها استوديو. يا سلام. فحتى كتبت في منتدى اسمه منتدى المعالي، معروف. يعني معروف. كنا نشارك فيه، كان فيه يعني مجموعه مهندسين يعني كبار. فكتبت اول ليله، موضوع اول ليله في 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 داخل الاستوديو. فاول ما دخلت الاستوديو صراحه يعني شعور كان لا يوصف. يا سلام. فكنت مبسوط جدا ودخلت الحمد لله، منها انطلقت الحمد لله. لكن يعني انا اعتبر يعني شغلي خاص يعني اكثر منه مؤسسي يعني. وحبيت المجال هذا صراحه يعني صار زي ما تقول هوايه عمل. حلو. هوايه وعمل يعني في نفس الوقت يعني. ممكن هذا الواحد يعطي فيها جهده اكثر وابداعه اكثر. بالفعل يعني كان عمله هو هوايته. بالضبط يعني احيانا اخوي صهيب يعني تجيك اعمال تستمتع انت تشتغل فيها صراحه. صحيح فعلا. والعكس بالعكس بالعكس يعني تجيك عمل يعني
ودك ما تشتغل صراحة. مين من المشدين اللي أدرس المشدين اللي تعاملت معهم؟ تمام. والله في منشدين كثار ممكن في الساحة الإنشادية، زي عندك المنشد طبعا حبيبي وصديقي العزيز جهاد اليافعي، يعني كذا عمل اشتغلت مع جهاد. وفي نشيد كان في ألبوم اللي هو ألبوم الأخير هذا اللي هو زادي، في نشيد اسمه زادي، ما أدري إذا نزل في الألبوم ولا ما نزل، ما أدري والله. المهم هو نشيد نزل في الألبوم، هذا كان عملي ميكسي تقريبا وكان توزيع برا. المهم في المنشد إبراهيم النقيب، يعني لسه آخر شهر اشتغلت معه قبل كم يوم. المنشد محمد الغزالي برضو، يعني المنشد موسى العميرة، لكن موسى العميرة كان سجل في في, في الرياض ومكست العمل، مكست العمل عندي. وكثير يعني في عمل كان يعني مشتركين فيه مجموعة منشدين كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل أسامة فقيه والشباب، يعني هيثم الحاني، محمد رباط، محمد طه، ما شاء الله، احمد بادوي، يعني مجموعه من الشباب كانوا ما شاء الله تبارك الله في هذا العمل. جميل. فالحمد لله يعني اعمال كثيره والله. يعني ما جميل. كيف تشوف مجال الهندسه الصوتيه كعمل يعني في السوق؟ والله هو بصراحه يعني الان المجال الاعلامي اصلا بشكل عام، سواء كان يعني فيديو او كان يعني صوت او ايا كان، يعني ما شاء الله ماشي في الساحه. ويعني بينه وبينك يعني الافضل هو اللي يفرض نفسه في الساحه، يعني عملك اكبر مسوق لك انت اذا اشتغلت يعني في اي مجال، يعني حيكون لك في يعني صح. عمل يعني حيكون في شغل يعني. فاقول انه ما شاء الله الشغل ماشي في المجال اللي هو الصوتيات يعني. طب انا ودي يكون كمان كل حديثنا سواليف على قولهم، نبغى نسمع شيء يعني. هو في عمل الان دحين يعني عباره عن تركيب، يعني انا قبل ما نسمع العمل ابغى يعني اشرح تركيبه الانشاد. يعني مثلا واحد جاي في بيته، يعني نبغى المشاهد يعرف للمبتدئ كيف يبدا يركب النشيد اساسا، كيف اصلا نحن نسوي الاناشيد ونبدا. طيب. كمشروع كامل نبدا من 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 الى، يعني باختصار كذا ورؤوس اقلام. طبعا في بدايه العمل الانشادي اول شيء طبعا لازم تعرف الكلمات، تجيب القصيده وبعد كذا توديها الملحن يلحن لك هي. بعد كذا يعني ياخذ تيك في الاستوديو، تيك يعني عشان بس يسجل مسار لحن كامل من الى طبعا. وبعد كذا ايش يعطي الموزع، الموزع ايش يسوي؟ يوزع العمل كامل من الى. ياخذ المهندس ويبدا يسجل على الكورال، الكورال اللي هو الترديد الجماعي، يبدا يسجل الكورال وبعد كذا ايش يبدا يخش في يسجل هو الفردي اللي هو الصول، يسمونه صول. المصطلحات طبعا هندسه صوتيه يمكن ايش الصول عشان يفهمون. الصول اللي هو الفردي يعني. الفردي والكورال هو الجماعي. فكثير يعني تتكلم معاه في الجوال ما يفهم ايش الكورال ايش، فاقول له الترديد الجماعي الكورال. هو المنشد ما يعرف هذه الاشياء مثلا؟ لا والله في بعض المنشدين يعني ما ادري والله، يعني يكون ما عنده خلفيه هو في ثقافه ممكن. يعني انا اعطيك ممكن بعض المهندسين ما عنده ثقافه في الاجهزه نفسها يعني، وان شاء الله نتكلم عن الاجهزه كذا بعد ما نسمع المقطع. يعني ما يفهم يعني ايش افضل في الساحه في السوق قصدي، يعني ايش المايك المناسب، ايش مثلا الكرت المناسب، يعني ما عنده خلفيه حتى يمكن في اعدادات البرنامج ما عنده خلفيه وما هو متبحر فيها ايوه. يعني هذا البعض اقول لك، لكن المحترف محترف طبعا. المحترفين يعني هذول ما شاء الله يعني عندهم ثقافه وعندهم يعني معلومات اكثر في المجال هذا. يبدا بعد كده العمل يتسجل الجماعي بدل الصولو، بعد كده يتمكس ويتمنتج ويتضبط. طبعا مراحل هذا من التفاصيل ايش يتمكس انا جايك ان شاء الله جايك. ف تبدا اول مرحله اللي هي مرحله التسجيل ونسميها التيك، يعني تيك من يعني التسجيل يعني او اخذ مقطع. يسجل في داخل طبعا غرفه طبعا تكون معزوله صوتيا، مو غرفه المهندس نفسه اللي يجلس فيها، لا هذه غرفه ثانيه. ايوه تكون غرفه، في ملاحظه في الغرفه دائما تكون الغرفه بالاكمشه او بال ايوه لا هي مواد عزل. اي مواد عزل، طبعا هي طبعا الاستوديو، كلمه استوديو اصلا بعض الناس يقول استيريو كمان، لكن هو استوديو. الاستوديو مكون من جزئين، جزء طبعا اللي هو الكنترول او غرفه الكنترول او غرفه المهندس، وجزء اللي هو غرفه ايش التسجيل الريكورد. هذه الغرفتين طبعا هذه معزوله اللي هي حقه التسجيل الداخلي معزوله، وهذه الغرفه تكون عاديه تكون عاديه بس ايش يكون فيها معالجات صوتيه، لانه الصوت اوكستيكيت الصوت اساسا في داخل الغرف تكون فيه ترددات صوتيه. صح. الان لما نجلس في هذا المكان، في هذا المكان نجلس في نوعا ما يكون في تردد على حسب العزل اللي عندك موجود. اذا في عزل موجود هو لازم يعرفون انه كل الاستديوهات في عزل، في عزل خلفي طبعا. هو انا سامع بالفعل في نوعا ما في زي ما يقول عامه الناس كتمه يعني في الصوت صحيح، لكن هو في معالجه. المعالجات هي اللي يعني
تعالج ترددات الصوت. الصوت له تردد يعني صح. يضرب في سطح من الأسطح ويرجع. وظنها درجات يعني في عزل 70% 80% بالضبط. ما توقع أن يوصل العزل كامل على حسب في يعني عزل. يعني أنا أقول لك تكاليف الاستديوهات بعضها يعني أحسن تيفة والناس واسمها مشاهدين توصل 100,000 200,000 توصل 200,000 300,000 هذه بس توصل إيه معالجة أكوستيكية صح يعني يعطيك يعني بالدي بي يقول لك أنا بعزل لك بنسبة كذا أنا بعزل لك بنسبة كذا. طبعا يعني بحر كبير يعني المجال احنا عشان ما نتشعب ونخرج طيب. على هذا لكن كنت بشرح اللي هو قضية الاستديوهين هذا اللي هو ايش الكنترول والتسجيل فيدخل جوه ويسجل التسجيل هذا. طبعا هذه مكونات النشيد مكونات قصدي بداية العمل الإنشادي. بعد كده يبدا ايش اللي هو ايش عمليه ايش يسمونها توزيع مونتاج مكساج اخراج زي كده. يعني الان يبدا المهندس يشتغل العمل مونتاج مكساج اخراج. طبعا المونتاج والمكساج يعني مع بعض يعني مرحله مع بعض يعني حلو. غالبا يعني ما يركز فيها ايش فيها ايش في المونتاج والمكساج هذه. المونتاج اللي هو ايش تقطيع الشوائب الزوائد اضافه تركات اضافه الزائد ايوه يقطع اي شيء يعني زائد يعني يحذف اي مثلا ترك ما يحتاجه يضيف يعني عمليه تحرير بالعربي يعني مثل جميل. البرامج اللي هي الفوتوشوب وبرامج اللي فيها ايوه التعديلات جميل. والمكساج هي المرحله هذه اللي يعني يبدا المهندس يبدع فيها وهنا يبدا او يبان يعني مهندس من مهندس في المكساج لان المكس هو اساسا يعني يوريك المهندس المحترف جميل. فهذه المرحلة. حتى ما ناخذ الوقت. طيب انت جربت الانشاد وجربت الهندسه الصوتيه من هو اللي يعني العمل عليه اشد واصعب في التنفيذ يعني المنشد ولا المهندس؟ والله الهدك اكثر على المهندس المهندس بصراحه يعني المهندس يعني عليه عبء كثير. يعني اول شيء التيك او اللي هو مرحله التسجيل لما يبدا يسجل طبعا من بدايه ستاند باي زي ما يقولوا تبدا طبعا يعني ويكون مركز وقت كمان. الوقت اللي ياخذه في هذا يعني وقت طويل جدا فلذلك المهندس لابد يعني يتسنى بصفات اللي هو اول شيء الحلم يكون حليم جدا وصبور اساسا ايوه اساسا بيجوك ناس والله ما عندهم يعني صوت تخيل يجيك واحد يقول لك ابغى اسجل تسمع ازعاج بالفعل لكن يعني احنا بنراعي هذا طبعا جاي ما نمنعه جاي بيسجل لكن انت تتعامل معي اتعامل معه هو اول شيء كزبون طبعا اكيد يعني لانه خلاص يبغى لكن اعطيه نصائح صراحه انا يعني اي شخص بيجيني يا سلام جميل بعطيه نصائح بقول له والله انت يحتاج لك كذا يحتاج لك كذا ترى كذا 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 طبعا يعني لما يسجل خلاص يبغى الماده كذا وهذه طاقته انا ما اقدر اعطيه فوق طاقته ما استطيع اعطيه فوق الطاقه لكن في النهايه يعني ايش يعني لازم تكون صبور حليم يعني تكون يعني عندك يعني جميل. بعض الصفات الحلوه جميل. طيب يا اخي طيب. سمعنا الكلام الله اخي انا انا نسمع بالصوت نسمع يعني. المقاطع وكيف تركيب الانشاد يعني نوريهم تراك يمكن العمل ابلغ مني اتكلم واشرح كيف تركيبه الانشاد جميل يعني ناخذ الاخير مفاتيح على قولنا بالضبط فنسمع كذا اول تراك طبعا يلا الاخوان طبعا انا معد ما ادري اذا في الاعداد في الاخوان عد ملفات تركات وبالصور طبعا معنا شباب الصور في الملف اسمه المجد ملف المجد اسمه. ملف المجد يا ملف والله المجد. ما جهزته مو جاهز ما ادري والله طيب جاهز ملف الشباب لانه في تركيبات الطبقات نفسها حق الصوت فكيف تركب نشيد كامل يلا. طيب الترك الاول يعني عباره عن اساس نسمع تسامي انني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يفني عزيمتي طول درب او عظيم فهمتي منه اعظم او عظيم فهمتي منه اعظم هذا الاول اي حلو التك الاول طبعا في ملف اللي هو اسمه يا ريت لو شغلوا الاخوان اللي هو ملف اسمه ميكس هذا الملف يعني يبين تداخل التركات كاملة فأتمنى أن يشغلوا ملف اسمه ميكس الملف هذا حيبين الآن دحين دخول التركات كلها كاملة يعني بعد كده حفظ ترك ثاني إنني ترك واحد ترك الأول مغرم ليس يفني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم على الثاني أو عظيم فهمتي منه أعظم ضامني يا جبال أوفى تسامي
إنني بالعلى الكؤودة مغرم. جميل. ليس هلو. يفني الآن حيدخل ترك ثالث اللي هو هارمي يسمونه. أو عظيم فهمتي منه أعظم. أو عظيم الآن ترك ثالث اسمه هارموني. هارموني يعني سكند يسمونه. ضامني يا جبال أوفى تسامي. هذا هارموني سكند طالع يعني في طالع وفي نازل. يعني هارمونيات ما شاء الله سيمفونيات. عزيمتي طول درب أو عظيم. الآن حقي اللي هو الهارموني اللي هو الثيرد اللي هو الهارموني الثالث. نسمع كيف الطبقات تتركها. هذا نفس صوتي نفس صوته. أيوه نعرف نفس صوته. إنني بالعلى هذه الطبقة الثالثة اللي هي فوق. ليس يفني عزيمتي طول. طبعا هذا الآن دحين بين أساس وهارموني درجة تعتبر ثالثة اللي هي السكند قصدي والثيرد. هتجي طبقة كمان فوقهم وهكذا لين ما يوصل التاسع. طبعا بس ما يتوصل المراحل هذه بالنسبة لنا احنا يعني كمجال. كم توصل التركات ممكن؟ توصل كثيرة طبعا الـ يعني اللي هي إلى يسمونها الناينث يعني اللي هي السكند الثيرد فيفث سيفنث ناينث اللي هي هذه هي مراحل الهارمونيات طالعة ونازلة. طبعا في بيز في اللي هو السوبرانو اللي هو الصوت المستعار سوبرانو صوت نسائي يسمونه مستعار فبيكون تركيبة الإنشاد بهذا الشكل. بعض الأصوات فعلا تكون غريبة مو صوت المنشد. إيه طبعا يعني أنت لو تجي تشوف اللي يسجل تضحك أحيانا لكن المخرجات في النهاية تطلع مرة حلوة يعني تشوف بشكل غريب يؤديها حتى يعني والمخرج بشكل غريب يعني لكن الواحد يضحك إذا يجلس يسمع. طبعا بعض الناس يجلسوا عندي فيسمع كيف يسجل المؤدي فيضحك لكن الأخير المخرج يكون راح في النهاية كده. طبعا الفكرة يعني في النهاية أنا أقول في مثل يقول يعني الشاطر تغزل برجل حمار الله يكرمكم يعني الشغل في الهندسة يعني يعني إيش بك خيال خيال واسع يعني خيال واسع يعني إيش ما أقول لك يعني وفن وإحساس ويد خفيفة صح ويد خفيفة هذه يعني صفات المهندس. جميل طيب تسخن أنا شيء تسخن طيب حليب عدن نشرب موية أو شيء حليب عدن يعني بشغل ماكينة يعني مو شغل طبيخ على قولهم ان شاء الله تبارك الله. طيب احنا كمان نبغى نسمع منك يا محمد والله انا طلبت انك تسمع ما عدت شيلك كذا تبغى اسمعك النشيد نفسه هذا طيب لكن يعني ما انت تحب معليش انا ملاحظك يعني من زمان تحب النشيد القديم. والله بيني وبينك القديم فريد صراحه ولو كذا اصاله كذا تحس له قدسيه كذا خاصه يعني حتى يقول لك يعني بعض الناس يفكر انه يعيد الاناشيد القديمه بشكل يعني جديد وهذا في لكن بعض الناس يقول لك لا خليها يعني زي ما هي. حلو في طلب نشيد يا غافلن هو لك تقريبا. اوه يا غافلن هذا قد قديم جدا جدا خلاص جبنا قديم ولك كمان نبغى شيء فرايح يعني نبغى. طيب يلا انا ماني فاكر والله لكن انت يعني صراحه حرجتني يعني ما عندي يعني شيء معد صراحه للإشاد. يلا طيب خلاص خذ لي على قوم اللي تتذكروا ما ادري نشيد لك نفس ال... طيب طامني طيب خلينا استرجع كذا. طيب ضامني طبعا يلا بسم الله ضامني يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم. ليس يفني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم. أو عظيم فهمتي منه أعظم. همتي طبعا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مغنم. مسلم جبال تحدي. طيب انا والله انا وشك كلمات الدروح والله احيانا ما احفظ ما شاء الله يعني تبارك الله ما ادري ايش يعني عندي يعني انا احيانا سبحان الله اكون نشيد يعني سبحان الله اسمعه كثير وممكن يكون لي لكن لما انشده ما اجمع كلمات الا اذا كنت يا اخي انت مهندس ولكن تحفظ الكلمات تنعاد لك 20000 مره احفظ فوقتها بعد كذا خلاص اذا ما رجعت انسى. معلش وقت النشيد انت الان اديتنا تفاصيل النشيد يعني بحان تفاصيل كثيره مدوخه شوي يعني في جوانب تركات وهرمونيات وغيرها من المواضيع هذه ميكس يعني ايوه نقول هذا النشيد كامل من تلحينه الى اخراجه بصوره كامله كم ياخذ من الوقت؟ والله عد يعني هذا ساعات كساعات عمل يعني موجود قصدك كتسجيل يعني كتسجيل أيه. التسجيل ممكن في نفس اليوم يعني يعني انا مثلا الكورال اجيب فريق عمل كورال الكورال يجيب فريق عمل يسجل لي تركات الكورال كلها كامله من الى يعني خلاص ارتاح يعني هو الاحترافيه هذه يعني انك تجيب فريق عمل يعني معك يكون فيه ملحن يكون فيه الكورال نفس الشيء الكورال يسجله في وقته اجيب مثلا
اثنين شخصين او ثلاث اشخاص او اربع اشخاص، والافضل اربع عشان يكون يعني قوي، وكل ما زاد كل ما كان يعني شوي اطول. جميل. لكن حد اربع يعني كويس، فاجيب الكره وخلاص هم يسجلوا ال شو اسمه التركات الاساس الهارمونيات البيز والقرار، البيز اللي هو الصوت الثقيل. أيوة. القرار الطبقات الواطيه اللي هي، والاستبران اللي هي الصوت النسائي المستعار، وفي الجواب والقرار، الجواب اللي هو ايش الطالع. هذه كلها يسجلها المنشد؟ هذه لا، يسجلها فريق الكورال. اي فريق الكورال طبعا، هذا اذا في فريق كورال. إيه. اذا في فريق، ما في فريق كورال يسجلها المنشد، ممكن المنشد يسجل، واحيانا المهندس يتدخل. انا اعطيك احيانا المهندس انت جبته. إيه. واحيانا المهندس، احيانا المنشد يكون عنده خلفيه الهارموني والشغلات هذه، لكن بعضهم ما عنده خلفيه، فتضطر انك انت ايش يعني تسجل التركات هذه بصوتك. طيب. يعني عشان كذا اقول لك المنشد احيانا يعني يكون عنده لازم صوت، يعني مش لازم عفوا، يعني تلقى الاغلب فيهم اصواتهم يعني طيبه يعني، ولازم يعني يكون عنده يعني حس فني، يكون عنده اللي هو فهم في المقامات، لان المقامات اذا ما عرفت المقامات كيف حتسجل هارمونيات؟ ممكن تسجل في مقام ما في له هارموني اساسا، فيصبح عندك نشاز. ايش النشاز؟ النشاز هذا صوت يعني خارج عن اللحن الاساسي، خارج عن اللحن الاساسي، يبدا تحس انه في شيء غلط، تسمع كذا في شيء غلط. جميل. هذا على طاري البيز، في واحد ما شاء الله صوته بيز وحاب يسلم عليك مع هالصباح. ما شاء الله، حياك الله، تفضل. صباحك الله بالخير جميعا. يسعد صباحك، هلا والله. ارحب فيك صهيب وضيفك الكريم المتميز من الامانه يعني، عرفت. وهذه فرصه جميله انه انت تطلع وتشارك مع انسان بحجم محمد هريش وصهيب الاحمدي. حبيبي. صباحكم خير جميعا. الله يسعد صباحك. ما عرفته؟ والله للأمانة قد لا قوية. كم بينكم أعمال ترى؟ محمد هريش، أنت أحد الأشخاص الذين يعني دائما يقفون خلف كل عمل جبار. الله يسعدك يا رب. ويعني للأمانة يعني من الناس المميزين، وأنا من يعرفت إنه أنت اليوم طبعا على الحلقة، حبيت إني أشارك وأقول كلمة لازم يعرفها إذا سمحت لي يا صهيب، لازم يعرفها المشاهد، إنه دائما الناس اللي لهم نجاحات والناس اللي لهم أعمال يعني غالبا هم الناس اللي ما يكونون في الظهور يعني كثير. محمد هريش من الناس اللي كل او اجى او اكثر من الاعمال اللي تظهر في شاشه المجد او غيرها من القنوات المحافظه يقف خلفها المهندس المتميز محمد هريش. طبعا احنا عشان نسترجع نقول نرحب فيك اخونا الزميل الاعلامي عبد الرحمن مرداد، وصوت صاحب الصوت الاذاعي، كان بينكم تعاون جلسات نسيت الصوت تماما. والله احيانا ترى بالاتصال ما تستطيع تميز، يمكن الصوت قوي يا عبد الرحمن. ما انت هو خلاص يقول لك شو اسمه، هو ايش الاصحاب مدري ايش، المهم من يتغلى مدري ايش. لا صوتك تغير يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، اكيد في تمارين صوتيه وكذا. الله يصبح عليك بالخير الامانه. والله يوفقك الله. حبيت اشارك معكم واقول لك الى الامام واصل، وعاد شوي شوي عليه يا صهيب بالاسئله. لا والله انا خفاف ترى عليه، خفاف عليه. الله يعطيك العافيه، وانا شكلك مبادر باتصال اخوي عبد الرحمن، يعطيك العافيه. الله تسلم. عبد الرحمن طبعا اصر انه يكون معنا طبعا. الله عبد الرحمن لازم ادخل صوت اذاعي وخامه حلوه صراحه. انت جذبت كانوا تقارير كثيره معنا في المجلس بصوته ما شاء الله. لا شو اسمه، في برضه كمان من المذيعين اللي سجلوا عندي، سعود الثيابي من المذيعين المذيع في دار الاسلام بالضبط، هي عادل برباع يعني، وفي صراحه مذيعين والله ما شاء الله اصواتهم خامتهم حلوه، بس سبحان الله يمكن ما وجدوا يعني نفسهم في الساحه فعلا. فانا اقول يعني صراحه الاستوديوهات احيانا يعني بتطلع صراحه ناس يعني، او احيانا مو اساس اني انا مهندس، لكن فعلا يعني هم خلف كل خلف يعني دور كبير خلف الكواليس المهندسين، له دور كبير في اخراج النجم سواء نجم صوت الاذاعه بالضبط بالضبط. يعني احيانا تحصل في بعض المرشدين يعني برز من خلال مهندس ابدع في عمله فبرز، سبحان الله. جميل، والتوفيق من الله. طيب انت قبل ما نقفل على طار الهندسه والمكساج والمونتاج، ايش اصعب مرحله في النشيد؟ في النشيد كاملا، سواء من الصوت، من التسجيل، من الهندسه، من الاخراج كامل. والله بيني وبينك يعني يمكن اقول هي مرحله حساسه جدا، اللي هي مرحله التسجيل جدا. يعني في مقوله يقول احد المشهورين، جود تيك جود ميكس، اذا انت اخذت تيك يعني نظيف حيجيك ميكس نظيف، اذا كان ميكسك يعني لك عليه فحيكون عملك يعني يمكن ما حتخرج العمل صح يعني. فالتيك يعني ما قلنا ممكن يعني حساسه جدا، ويبغى لك تكون حذر جدا، واذا يعني
يعني افضل انت كمهندس انت اللي بنفسك يعني تقوم عليها بصراحه يعني, يعني ما يكون في يعني يعني تجيب شخص مهندس ثاني ويسجل التيك. جميل. طيب خلينا نتعرف يعني بصوره سريعه قبل ما اختم لك يعني بادوات المهندس اللي مهندس الصوت يعني ادوات اللي هي الهندسه الصوتيه المكس وغيرها من هو شوف ممكن عشان المشاهد اللي يبغى يعني على يعني ما نقول المحترف, المحترف خلاص يعني عارف ايش بياخذ, لكن نقول اللي يبغى يبدا يعني الان يحط رجله وقدمه على المجال هذا يبدا اول حاجه طبعا من بيته يعني الان ما شاء الله تبارك الله صار اغلب الـ 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 يعني الـ الناس يشتغلوا في بيوتهم يعني ما يحتاج انه يكون وكذا وزي كذا, فيبدا يعني يختار له مايك يعني ممتاز, وقبل كذا الكرت, الكرت طبعا هو اهم شيء كرت الصوت, كرت الصوت طبعا يعني كرة الصوت احترافية وفيه هو يعني يعني تتدرج, وعندك المايك, المايك طبعا مهم جدا اللي هو يعتبر دخول الصوت, وعندك سماعات ممكن تاخذها لابد تكون سماعتين يعني يعني يمين يسار وهيدفون يعني هذا ممكن يعني بشيء بدائي جدا يبدا اي شخص يعني حتى لو مو مهندس يعني يبدا بالاجهزه هذه. انا تمنيت انه اللقاء يستمر اكثر بصوره اوسع لانه مجال الهندسه الصوتيه مجال رهيب يعني ممكن خصوصا المشاهدين دائما يتعرف على المنشد وش يسوي المنشد واعماله ويستمع لكن لا يعرف تلك الاسرار التي يقوم عليها الجندي الخفي اللي هو مهندس الصوت. وانا شاكر لك استاذ محمد هريش يعني هذه الاستضافه وهذه الاطلاله معنا في يوم جديد وتنوير لعظام الاستديوهات الصوتيه. انا شاكر لكم اخوي صهيب صراحه والشرف كله شرف لي صراحه ومما زادني شرف اني اشارك في هذا البرنامج كنت اتابعه صراحه واشكر القائمين عليه واشكر من يعني نستقل هذا اللقاء الله صراحه الله يعطيك العافيه شكرا دوم قلت الله يخليك شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه معنا في يومنا الجديد بهذا وبهذا اللقاء نختم هذه الحلقه التي تجولنا وياكم فيها على ابرز الفقرات المنوعة من تقارير وأيضا غيرها من فقرات حتى الملتقى بإذن الله غدا في تمام 10 صباحا. هذه أطيب التحايا لكم نستودعكم الله في أمان الله. أشرقي يا شمس هنا باشتياق للصباح يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء كلنا فأل جميل ووئام وسلام ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام